السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتصار أمريم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي وتكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة، وعيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وتحقيق جميع الامنيات. جيتكم بفيديو جديد، وفي هذا الفيديو غادي نشارك معكم طلبية ديال دواز اتاي. بالنسبة لهاد الكوموند البنات انا خديته في اخر لحظة ودرت فيه، يعني استغرقت فيه الوقت واحد ساعة ونص، كنت خدمت فيها كيا 4 كيلو ديال دواز اتاي اللي كيجي رائع في المنظر ولا في المذاق، حليوه اللي نقيه وهشيشه وكدو في الفم، والمذاق ما نقولش لكم، خاصكم حتى تجربوها وانتم اللي غادي تحكموا. بالنسبه لهاد الفيديو هذا فغادي نشارك معكم فيه جميع التفاصيل والاسرار، الكميه اللي خرجت ليا هاد الحليوه هذه، الثمن ديال البيع تاعها، عدد الحبات، يعني كل شيء غادي نشارك معكم. ما عليكم غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. بالنسبه للسيدات اللي بغاو هكا يبداو يديروا مشروع من دارهم، فبحال هاد الفيديوهات هكا كتكون فيهم افاده. المهم غنبداو باول حليوه هنا غادي نشارك معكم، حلوه الهلال بالكاوكاو والفرماج اللي كتجي رائعه. هذه من الحلويات المفضله عندي واللي كيكون عليها الطلب كثير مع الكليان ديالي، كتجي حلوه هشيشه كتدوب في الفم والمذاق مميز يا البنات. غادي نحتاجوا لها هنا كيف قلت لكم 125 غرام ديال الكاوكاو باش غادي نخدموا الحلوه، يعني كميه قليله كتطلع اقتصاديه، وفي نفس الوقت الا هكا بغينا نخدموها ونربحوا فيها فكيكون فيها الربح. اول حاجه غادي نحتاجوها هنا، ندوزو المقادير، غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده. انا درت هنا الزبده ديال البواطه، ضفت عليها كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، وجوج قطع ديال الفرماج مثلث، ضفت عليهم حبه ديال البيض كامله كتكون بدرجه حراره المطبخ، كنمزجو جميع المكونات، وكاس ديال السكر البنات، كاس ديال السكر كيكون ما عامرش، خلط جميع المكونات. ومن بعد ما حصلت على كريمه بهذا الشكل ضفت عليها جوج معالق ديال بودره الكريم باتيسيير، ربعه المعالق ديال الجنجلان اللي حمرته شويه وطحنته مزيان حتى كيولي يعني عجين ديال الجنجلان، وعندي 125 غرام ديال الكاوكاو. انا خديت كاوكاو بلا قشره، دخلته الفران حمرته شويه وطحنته مزيان، ضروري كاوكاو كنطحنوه هو سخون مزيان. صافي بالنسبه للدقيق كنبقى نضيف الدقيق حتى كنحصل على العجينه اللي كتكون بهذا الشكل هذا، كتكون متماسكه وما كتلصقش باليد، ولكن بالنسبه للدقيق البنات ما تقويوش باش هكا الحليوه تاعكم كتجيكم هشيشه وكدوب في الفم ما تجيكمش قاصحه. صافي هنا خلطت جميع المكونات كيف كتشوفوا، تحصلت على العجينه بهذا الشكل هذا، كندوز كنشكلها كنديرها على شكل غريبه او شكل مشي ميشه، يعني كيكون القياس ساعه صغير، ومن بعد كنشكلها على شكل كعبه او شكل هلال بهذا الشكل هذا. حاولوا ديروا الحجم غير صغير لان فيها خماره من وزن 8 غرام فكتزيد ضعف لينا الحجم ديالها في الفران. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نشكل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه لهاد الحلوه البنات كتجي بنينه بنينه وكتدوب في الفم، والمذاق ديالها هائل، وكيف كتشوفوا دغيا كتوجد ما كتاخذش لكم بزاف ديال الوقت. انا في هاد اللحظه كنخدم فيها شعلت الفران خصو يكون سخون، من بعد ما غادي ندخل لاطا غنديرو على درجه حراره 180، نشعل على من تحت حتى كتبان لي طابت ذهب لي لونها، وكنشعل على نشعل على من الفوق واحد 4 او 5 ثواني صافي وكنخرجها. ودابا غادي ندوز نشارك معكم الشكل الثاني اللي غادي نحتاجو ليه. هنا غادي ندير معكم واحد الحليوه او واحد الصابلي اللي هو كيجي ساهل وبسيط، كنحتاجو ليه 125 غرام تاع الزبده. كيف كتشوفوا هنا راه بواطه تاع الزبده، غادي نخدم بها جوج الاشكال ديال الحلوه، 125 درتها في الهلال و 125 غادي نديرها في هذه. ضفت عليها هنا كاس ديال السكر سنيده، والسنيده دائما كنختارو سنيده اللي كتكون رقيقه. عندي هنا ربع كاس ديال الزيت، كنمزج جميع المكونات مزيان، وما كننساوش واحد الرطيقه تاع الملحه اللي ضروريه. كيف قلت لكم كنمزجو او نخلطو جميع المكونات حتى كينسجمو لينا، وضفت عليهم هنا بيضه كامله وصفر ديال بيضه، وبالنسبه للابيض كنحتفظو به غادي نحتاجوه في الاخير. ضفت عليهم هنا ربعة المعالق كبار ديال الكوك او جوز الهند، وهنا عندي 125 غرام ديال الكاوكاو اللي حتى هو بنفس الطريقه حمرته في الفران شويه وطحنته مزيان. كيف قلت لكم رابعه ديال الكاوكاو غادي نخدم بها جوج شكال ديال الحلوه. صافي هنا كنخدم جميع المكونات مزيان كنخدمهم، لان كاوكاو طحنوه وسخون فكيجي معلك، ضروري هكا من نخدموه مزيان تيتحل لينا. وغادي نضيف عليهم خماره او بيكين باودر من وزن 8 غرام، ممكن تضيفوا حتى ساشي تاع الفاني، انا هنا ما درتهاش.
صافي، وكنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كنحصل دائما على العجينه اللي كتكون خفيفه رطبه ما كتلصقش باليد. وبالنسبه للحلوه البنات دائما ما تدلكوها، جمعوها غير باطراف الاصابع هكا حتى كتدخلوا فيها الكميه تاع الدقيق كامله، وما تزعموش في الدقيق يعني، بقاو تضيفوا بشويه بشويه، اللهم تجيكم مرخوفه وتضيفوا الدقيق ولا تقصحوها، وكتجي هكا يعني ما عندكم ما ديروا ليها، كتجي حلوه قاصحه وكتضيع عليكم. كيف كتشوفوا راه كتجي مجموعه ومسماسكه ولكن راه خفيفه ورطبه. هنا غادي ندوز باش غادي نشكل الصابلي ديالي، غادي نحتاجو جوج بلاستيكات، كناخذ كميه ديال العجين وغادي نطلقها بين جوج بلاستيكات. خاص هاد السمك ديال العجينه كنخليوه غليظ ما كان لان ما غاديش نلصق الصابلي هذا، فخاص السمك تاعو كيكون واحد سنتيم هكاك. هنا كيف كتشوفوا درت هاد الطابع هذا هو الاول، ولكن بان ليا الصابلي جا صغير بزاف، فغادي نحيدو وغادي نقطع بهذا الطابع الدائري اللي ما متوفرش عليه. ممكن تقطعو غير بكاس، كتقطعو هكا على شكل هلال بهذا الشكل هذا، غادي نقطعو صافي. كنستمر بنفس الطريقه، كنطلق هكا العجينه تاعتي بين جوج بلاستيكات، وكنطلقها بهذا المرشم او هذا الطابع هذا، وكندير واحد السكين باش هكا كنهزها بكل سهوله. بالنسبه للفرن حتى هي نفس الطريقه، الفران خصو يكون سخون على درجه الحراره 180، كنشعلوا عليها من التحت حتى كطيب لينا، وكنحدو معاها كنخليوهاش يعني يتحمر بزاف، كنعرفوا الحلوى او الصابلي ما كيبغيش يتحمر بزاف الفران، باش هكا كيبقى كيجينا رطب وكيحافظ لينا على القرمشه ديالو. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل. بالنسبه للعطاء ضروري ما تفرشوا ليها الورق الخاص بالطبخ باش هكا كتضمنوا الحليوه تاعتكم ما كتلصقش ليكم. وكيف قلت لكم هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الحليوه تاعتي كامله. بالنسبه لهاد اللاطه هادي غادي ندخلها هكا هي الفران يعني ما غنزيدش نزينها حتى غادي يطيب. وبالنسبه للاطه الاخرى فهنا خديت البيض تاع البيضه اللي بقى لينا وغادي نطربو مزيان، كنحاولو هكا نحلوه بالفرشيطه مزيان باش ما كيبقاوش فيه هذوك الخيوط ويبقاو تابعيننا ملي نبغيو ندهنوا الصابلي، ضروري ما تطربوه مزيان. هنا كناخذ واحد البانسو او شيسه وغادي نبدا ندهن في الصابلي ديالي من الفوق، وكتكون عندي كميه تاع كاوكاو اللي بقات لي حمرتها شويه وهرمشتو هكايا، غادي نزين به الوجه ديال الصابلي بهذا الشكل هذا. يعني البنات الطريقه ساهله بالنسبه بزاف تاع الاخوات، كنت واحد المره حطيت واحد الفيديو وقالوا لي كيفاش زعما خصنا هكا نبداو بغينا نديرو مشروع في الدار، نبداو نخدمو الحلوه كيفاش غنديرو. ساهله البنات، حتى شي حاجه ما صعيبه، كل وحده بغات هكا دير شي مشروع فما عليكم غير تعريو على دراعكم وتبداو ان شاء الله توجدوا، حتى شي حاجه ما صعيبه كيف ديكم، خاصكم غير الحلوه كتبغي غير تنظيم يعني تنظموا الوقت تاعكم ويكون خدمتكم كتكون نقيه ومسوله، فهكا كتحافظوا على الكليان وكتجيبوا حتى كليان كاين اخرين اللي كيكونوا جداد. صافي البنات هنا استمريت بنفس الطريقه، كندهن الصابلي ديالي كامل وكنرشوا بكاوكاو من الفوق، كنحاول هكا نزين ليه الوجه تاعو بكاوكاو. بالنسبه للاطر اخرى فدخلتها الفران كطيب. هنا من بعد ما هاد الحليوه ديال الهلال باللي بالكاوكاو الفرماج طابت فكيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي بنينه الصراحه البنات، انا من احسن الحلويات المفضله عندي هي هذه، كتعجبني وحتى الكليان كيبغيوها ليا بزاف. هنا كناخذها وهي سخونه كندوزها في سكر كلاصي، بالنسبه لسكر كلاصي ممكن ديروا سبيسيال او غير العادي، هذا عندي غير عادي وضفت عليه معلقه ديال مايزينا باش هكا كيبقى لاصق لينا في الحلوه. وبالنسبه للنص الاخر ديال الحلوه فغادي نزينو بالعسل وكاوكاو اللي مهرمش هكا باش كيكون يعني ملي كنستفو هكا بلاطو او الطبسيل فكيكونوا فيه جوج انواع اللي مختلفين، وكاننا درنا جوج اشكال ديال الحلوه، وحنا كيف كتشوفوا راه غير عجينه وحده خرجنا منها جوج الاشكال. بالنسبه للصابلي البنات من بعد ما طاف فكيكون هذا هو الشكل ديالو، بالنسبه لهذا اللي درت ليه كاوكاو فغادي نحتفظ به بهذا الشكل هذا، والاخر اللي خليتو غادي نزينو هنايا بالكونفيتير والكوك باش هكا كنبينوا بان الحليوه تاعتنا راه النص فيها راه فيها كاوكاو وفيها حتى الكوك في نفس الوقت. دائما البنات الحلوه راه كتبغي غير يعني التركيز وكتبغي غير الانسان يعطيها الخاطر، فكونوا متاكدين غطلع لكم حلوه اللي كتكون راقيه وزوينه واخا كتكون مكونات بسيطه. هنا غادي ندوز نشارك معكم الحليوه الثالثه واللي كتجي حتى هي شي حاجه روعه يا البنات، كتجي لذيذه دواز اتاي اللي ساهل واقتصادي. هانتوما غتشوفوا معايا درت هنا 250 غرام ديال الزبده، انا هنا في هذه الحلوه دي غندير زبده ديال الكاغط، ضفت عليها كاس ديال السكر سنيده وخدمتهم مزيان حتى نساجموا لي مزيان، وضفت عليهم كاس ونص ديال الزيت نباتيه
صافي. وهنا كنخلط جميع المكونات حتى كينسجموا. ضروري الزيت ما تخدموه مع الزبده مزيان البنات. وضفت عليهم ساشي ديال الفاني وكنحاول نخلط جميع المكونات وقبيسه تاع الملحه. صافي هنا بعد ما حصلت على هذا الخليط هذا يعني بحال الكريمه، غادي نقسمه على جوج ديال الزليف. غادي نحاول نقسم هذه الحلوه هذه، لان هذه الحلوه دي غادي نخرج منها جوج اشكال ديال الغريبه. غادي نحتفظ بهذا الجزء هذا وغادي ندوزو نشكلو الجزء الاول. بالنسبه لهذا الجزء الاول غادي نضيف ليه 4 المعالق ديال الكوك او جوز الهند. هنا غادي نخدم معكم البنات الشهده، الشهده بهذه الطريقه. كنتمنى باش تجربوها لان فعلا كتجي واعره، كتجي مرمله ومقرمشه، ما نقولش لكم خطيره البنات الشهده دي، غير جربوها وكتشوفوا. المكونات بسيطه، ضفت عليها 4 المعالق ديال الكوك او جوز الهند و 4 المعالق ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات و 4 غرام او 5 غرام ديال خميره الحلويات. صافي وهنا كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع حتى كنحصل على واحد العجينه اللي دائما اللي كتكون خفيفه وما كتلصقش باليد في نفس الوقت، كيكون القوام ديالها خفيف بزاف، ولكن ملي هكا كنكوروها ما كت يعني ما كتلصقش لينا في اليد ديالنا، كيكون هذا هو القوام ديالها. كنصحكم البنات تجربوا هذه الشهده هذه، كتجي خطيره خطيره خطيره، وصراحه كتجي زوينه لا في المنظر ولا في المذاق. متاكده الا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم لان فعلا كتستحق التجربه. هنا غادي ناخذ الحليوه تاعتي وغنبدا نشكلها هكا بحال غنديروا غريبه، كيكون الحجم ديالها شويه صغير. وغادي نحتاجوا كميه ديال السكر سنيده، كندوزوا الوجه ديال الحليوه تاعتنا في سنيده، وكنحتاجوا الطابع ديال الشهده. صافي وكنبرك عليها بهذا الشكل، كندوز حتى الطابع حتى هو في سنيده. صافي وغادي نبدا نبرك عليها بهذا الشكل هذا. طريقتها ساهله البنات، ما كتاخذش نهائيا الوقت، مكونات تاعها بسيطه ولكن راه كتجي زوينه، وحتى الربح يعني فيها بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموها راه فيها الربح لان ما فيهاش بزاف ديال المكونات. صافي بنفس الطريقه غادي نستمر حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. ومن بعد ما كملت الحليوه تاعتي غادي ندوز دابا باش غادي نشارك معكم الشكل الاخير. وهاد الغريبه كتجي رائعه البنات، خطيره لا في المنظر ولا في المذاق. كيف كتشوفوا خديت الخليط اللي بقى ليا او اللي نقصنا من الحلوه الاولى، ضفت عليه هنا صفر تاع بيضه، ساشي ديال فلون بالنكهه ديال الكراميل، وغادي نضيف عليهم واحد الاضافات. درت هنا واحد الحفينه تاع الزبيب، يعني ما تقيدوش بنفس الكميه، ممكن ديروا قل ممكن ديروا اكثر، ممكن تبدلوا حتى هاد المكونات اللي غادي نضيف دابا. ودرت واحد قياس 40 او 50 غرام تاع اللوز اللي قليته وهرمشتو شويه، وشويه تاع بيبي شوكولا. يعني هاد الاضافات البنات غير باش هكا كنبدلو بالشكل ديال الغريبه اللي مولفين عليه، كيعطي واحد المذاق خطير بالنسبه للغريبه. هكا حتى ملي كنعدو كنلقاو واحد التقرميشه تاع الشوكولاط وتاع الزبيب وديال داك اللوز اللي مقلي، كتجي زوينه. ممكن ديروا هاد الاضافات، ممكن تستغناو عليهم. صافي وضفت الدقيق وبقيت كنخلط حتى حصلت على عجينه اللي كتكون متماسكه بهذا الشكل هذا. هنا خديت هذا المرشم هذا ديال دوزيم وكنحاول ندوزو في الدقيق وكنورك به على الحليوه تاعتي حتى كنحصل على غريبه اللي كتكون فيها كتكون هكا بهذا الشكل هذا. طريقه سهله، هنا كنحاول ندير الشكل ديال الغريبه. القياس تاعها واحد 15 او 16 غرام. بالنسبه للبنات اللي ما قدروش يتحكموا في الوزن ديالها ممكن ديروا ميزان وكتعبروا الكويرات كاملين واحد 16 غرام، ومن بعد كتبداو كتطبعوا فيهم. هنا من بعد ما استفت في اللاطه فكنحاول بالاسبوع تاعي نوسع دوك التقيبات باش هكا دوك الوريضه كتجيني محلوله. وخديت هنا واحد الحبه ديال اللوز، كل حبه كنقسمها على جوج وكنعمر بها دوك الحفيرات باش كتعطينا هكا واحد المنظر. وبالنسبه للجزء الاخر ديال الحلوه فانا دخلتها طابت هكايا، ومن بعد ما خرجت غادي نزينها بالفواكه المجففه. هكا خديت هاد اللون الاحمر وهي سخونه الحلوه، كنحاول نلصقها باش ما نحتاجش ندير لا ناباج لا كونفيتير لا والو، يعني هكا كنستغلوا حتى الوقت باش دغيا هكا نخرجوا الكوموند ديالنا.
هنا من بعد ما كملت الحليوه تاعتي فكيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. دست غادي نجمع المولات هكا في الكريطنات ونشارك معكم يعني شحال خرجت ليا كل شكل شحال عطاني. بالنسبه لهاد الحلوه ديال الشهده وهاد الغريبه فخرجت ليا كيلونس ديال الحلوه. هذوك المكونات اللي درت معكم عطاوني كيلونس حلوه اللي كتجي كتدوب في الفم البنات. ما نقولش لكم انا واخا نضل نشكر فيها خاصكم نتوما تجربوها وانتوما اللي غتحكموا. كتجي خطيره في المذاق وحتى في المنظر كيف كتشوفوا كتجي راقيه حلوه اللي نقيه ويعني ما خدتش مني بزاف تاع الوقت. وبالنسبه للصابلي هو خرج ليا كيلونس ديال الصابلي وهاد الحلوه هذه ديال الهلال فعطاتني كيلو تاع كيلو يعني كيلو هكا عبار يعني المجموع تاع الحلوه هذه كانت عندي 4 كيلو ديال الحلوه اللي خدمتها في ساعه ونص. الحمد لله يعني قدرت نوفي بالوعد تاعي للكليان تاعتي وخدمت ليها الحلوه تاعتها في واحد الوقت اللي هو قصير قصير بزاف. واخا انا ما كنتش معوله على الكوموند غادي نخدمو يعني ما موجده حتى شي حاجه هكا البنات. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو باش نشجعكم كل وحده جالسه في الدار ما عندها ما يدير تنوض هكا تخدم على راسها وتعري على كتيفاتها وتبدا هكا تشد كوموند ديال الحلويات شي حاجه اللي هي ساهله ما كتاخذش منكم لا وقت ولا مجهود. خاصكم غير تعرفوا كيفاش تنظموا وقتكم وتخدموا حلواتكم وهكا تكسبوا حتى الكليان ديالكم. بالنسبه للثمن ديال البيع البنات الحلوه تاع الشهده فكنخدمها ب 60 درهم للكيلو والحلوه الغريبه اللي حداها كنخدمها ما بين 80 حتى 90 كيلو على حساب الكليان. بالنسبه للحلوه تاع الهلال كنخدمها ب 90 درهم للكيلو والصابلي 80 درهم للكيلو. وكانوا هادو هما الحلوات تاعي اللي كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم حتى نتوما وتزينوا بهم مائده العيد ديالكم. بالنسبه للبنات اللي بغاو هكا غير يجربوهم ولكن الاخوات اللي باغين هكا يعتمدوا على شي مشروع في البيت تاعهم بدون راس مال فكنصحكم بهاد الحلوات البنات ما كياخذوش منكم لا وقت ولا مجهود. خاصكم غير تعرفوا كيفاش تنظموا الوقت تاعكم وتخدموا حلوات اللي كيكونوا نقيين وراقيين وتكسبوا بهم حتى الكليان ديالكم. كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون خفيف ظريف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا منه شي حاجه. وما غاديش نشكر لكم البنات هاد الحلوات لانه فعلا كيجيو خطيرين مذاق هائل شي حاجه اللي كتذوب في الفم. وكيف كتشوفوا معايا المنظر تاعهم كيجي راقي حلوه اللي نقيه فينيا مزيان. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل اللي تعم الفائده ودمتم في رعايه الله.